المدرسة الابتدائية الخاصة الفارابي بالساحلي تأسست سنة 2013 بفضل جهود جماعية أحبت الاستثمار في مجال التربية والتعليم. الاستثمار في العقول من أجل غد أفضل. مدرسة الفارابي الخاصة مدرسة تتوفر فيها جميع المرافق والتجهيزات التي تساعد على الخلق والإبداع والنجاح. طموح الإدارة طموح غير محدود، بل إن عزيمة الإطار التربوي وعلى رأسهم السيدة سونيا البواب البحوري مديرة المدرسة التي تنحدر من التعليم العمومي جعلها تضاعف في طاقة العطاء من أجل حلم واحد وهو نجاح كل التلاميذ. حلمها أن ترى بعد عدة سنوات أبناءها في مراكز عليا في البلاد. مرحبا بكم في مدينة الساحلي وبالتحديد في مدرسة الفارابي، المدرسة اللي توا سنين إن شاء الله تعمل 9 سنين، تأسست سنة 2013-2014 بفضل برشا تشجيعات من عبيد تحمست للمشروع، وذيك اللي يزيدنا مسؤولية ويخلينا معناتها نحسوا أكثر بالناس شنو عاد فيك ثقة وقت يجيب لك أعز ما عنده ويأمنك عليه، وذاك اللي يخلي العبد ديما طموحه كبير. الحمد لله المدرسة توا من التحضيري حتى للإعدادي سنة 9، ومسؤوليتنا كبيرة خاطر صغير يجيك من مكلته لشرابه ساعات للترانسبور متاعه براتيكمون، هذه ربي فضل لهم والديهم، ما حياته لهنا هذه عائلته، في الليل يمكن يخلط تاعه باش يتعشى يتفرش شويه يقرا شويه دروسه، سينو هذه سي سامونت. مرحبا بكم قناه الجنوبيه في معهدنا، انا مدام ليليا بحجر القيمه العامه نتاع المدرسه الاعداديه الخاصه الفارابي بالساحلين، مدرسة حديث العهد هي عندها 7 سنين توا كي دومين، مي والحمد لله صيتها واصل ومسمع ونتائجنا ما شاء الله تبارك الله. ديسيبليننا ممكن هو نقطة قوتنا في المؤسسة هذه، بشهادة بيان سور لي بارون، بشهادة الأساتذة اللي يتعاملوا معنا. عنا 138 تلميذ أكهو، 4 كلاسات، 2 7 2 8 و 9 يعني احنا البيدجي متاعنا مش الكثرة في التلميذ مي الكاليتي متاع التلميذ، هذا هو المبدأ متاعنا. بنتي تقرأ هنا في الكوليج سنة 7، يعني المستوى متاعها هو باهي، والحقيقة أني ساتيسفي بالمستوى اللي الانتظارات معناها متاعنا كانت في اللي حابين عليه نقيناه، سورتو في الديسيبلين بالنسبة للنتيجة وكل شيء، هذا ديما معناها يرجع للعمل متاع التلميذ والعمل متاع الأولياء متاعه في الدار وكل شيء، احنا قاعدين نخدمه معها، هي أصلها معناها مجتهدة والحمد لله، وكان النتيجة كان السلوك كان الانضباط الحقيقة يعطيهم الصحة لقيناه معناها اللي حشنا به موجود. أنا سامي والد محمد حمدة ويونس حمدة، يقرأوا في مدرسة الفارابي في الساحلين. نحب والله صغاري قريتهم قبل في مدرسة أخرى، ما نصحوني بالمدرسة هذه واللي نصحوني به لقيته وبارك الله فيهم، أنا لقيت تحسن كبير في وليداتي والانضباط اللي عجبني أكثر حاجة، ومعناها حسب ما ريت ولادي وحسب ما ريت تربيتهم وعقلتهم والانضباط اللي عيشوا به ناجحين سفار هنا، قدرة ربي مش نوصل معهم. مازال عندي زاد أبناء أخرى إن شاء الله العام الجاي لهنا، وعندي ود نسيبي زاد لهنا، وإن شاء الله بقدرة الله وليداتي كل هنا. كان مدرسة عجبتني وكان انضباط عجبني وكان ملاها الناس سيرفيابل وناس متربيين برشا ومحترمين، ولاقي قدري وقدر ولادي معناها ما عندي حتى بروبليم معه. عسلامة، أنا مروة دبيشي معلمة الفرنسية
بالمدرسة الخاصة الفارابي بالساحلي. كما شفتوا صغيراتنا يقرأوا الفرنسي من السنة أولى حتى من البريباراتوار قريوهم فرنسي وصافا لاباس الحمد لله ومرحبا بكم. اسمي مريم عمار، مربية العلوم، زادة بجانب الخدمة متاعنا مع تلامذة عنا زادة نادي الحساب الذهني والألعاب الفكرية. النادي هذا يتمحور في تركيز، نعم نركز شوية مع تلامذة يركزونا في قاعدتهم، نستويو القاعدة قبل التفكير الرياضي متاعهم، نعلموهم آخر حاجة سرعة معناتها الحساب، يتعلم الحساب السريع. لكن الأهم جلسته المنضبطة، خاصة نحن توا ولات برشا موجودة لبير أكتيفيتي، دونك في النادي هذا يعاون صغيراتنا باش يتعلموا الانضباط في الجلسة متاعهم، في التركيز، عدم ينقصوا شوية خيال في القسم نهار كامل سارحين، دونك يعاوننا النادي هذايا باش يقوي التركيز نتاع الصغير نتاعنا. وكي ننجحوا في العمليه نتاعنا نوصلوا في الاخر ينجم التلميذ نتاعنا يولي يحسب بسرعه اكثر من هكا من اللي ريتوها اليوم. هذوما حصص بدائيه من دوبا بدينا مع صغيرنا الفريق هذايا، يتعلم اخر هدف انه يتعلم الحساب الذهني ذهنيا، هذا اخر هدف. اما الهدف الكبير اللي حشتنا به ان تلميذنا يولي متزن، يفكر بالباهي، اكثر كونسنتراسيون في القسم نتاعو، ما يسرحش، هذا يعاونه برشا في القرايه نتاعو وفي الحياه نتاعو بصفه عامه. مرحبا بكم في مدرسة الفارابي، هذوما أقسام السنوات الأولى. أنا معلمة بمدرسة الفارابي، نقري سنة أولى علوم وعربية، نعلم صغيراتنا بطريقة ألعاب ترفيهية وقرائية وكتابية، نعلمهم الحروف، نعلمهم الأشكال، نعلمهم ألعاب بشكل أنشطة مع المطبوعة، الكتاب إلى غير ذلك. محمد أمين المحجوب، مدرس لغة إنجليزية. الحقيقة أنتم توا شاركتونا في قسم سنة ثالثة، مستوى سنة ثالثة ذي يقرأوا توا إنجليزية، درس عادي متاع إنجليزية، المحتوى متاعو كان على البيرثداي اللي هو العيد الميلاد. كما شاهدتوا أنشطة مختلفة متاع التلامذة قدموا فيها المهارات اللي اكتسبها في القسم هذايا. الحقيقة نحاولوا في المادة متاعنا أنه نكونوا متنوعين، نركزوا على الأنشطة الكل، الأنشطة اللي تساعد اللي تقوي المهارات اللي لازم اللي يتعلمها التلامذة في المدرسة، وخاصة النطق، النطق الصحيح، الـ pronunciation، the English language as native speakers or like، خلينا نقوله. نحبوا الحقيقة نركزوا أنه الناشئة تتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة محترفة. اللغة الإنجليزية على خاطرها مفتاح الحقيقة، اللغات مش كان اللغة الإنجليزية، ولكن بحكم المادة اللي ندرس فيها نحاولوا أنه نوع الأنشطة متاعنا، نحاولوا أنه نركزوا على مختلف الكاتيجوري أو الأنواع متاع التلامذة الكل، على خاطر عنا اللي يحب اللغة، عنا اللي يحب يشارك في اللغة أكثر وكل ذاك، علاش نحاولوا أنه نوعوا في الأنشطة، نحاولوا أنه نكونوا equally involving تلامذة، خلينا نقولوا نشاركوا تلامذة الكل. مرحبا بكم في كل فرابي، اسمي سالم شوشان، قيم في كل فرابي. احنا كإداريين لنا مهتمين في دخول والخروج تلامذة، ذكم مسؤوليتنا في دخول في الخروج، خلينا نعسوا عليهم في مكلتهم، في دخولهم في خروجهم، في الديسيبلين متاع تلامذة. السلام عليكم، انا اسمي احمد بن سالم، نجيو لنا باش نعملوا شويه
شوية معنا مسرح باش نرفوا على رواحنا وكل شيء. وهذا النادي المسرح يعجبني برشا يعني، خطرة باش نحفظ الشفة وكل شيء. وكاو بيه المسرح برشا عليكم. أني انغمست قط قط ومثلت بالقدي. أني أمية الشامخي، نقرأ السادسة ابتدائي ومعادلي 19.16. أني مشاركة في نادي المسرح هذايا، يرفه علينا برشا، ننساو ضغوطاتنا ويعاوننا باش نحفظوا زاد المسرحيات. عسلامة ومرحبا بكم قناة الجنوبية في مدرسة الابتدائية الخاصة الفارابي بالساحلين. انتم اليوم في قسم المسرح مع التلامذة، وحضرتوا معنا ورشة تكوينية في الغناء المسرحي. حبيت نحكي على أهمية المسرح بالنسبة للتلميذ بصفة خاصة، قداش المسرح يعاون برشا تلميذ باش يكون شخصيته أول حاجة، باش ينجم يتعامل مع المجموعة زادة، خاطر المسرح سيتان ترافاي دو جروب. لنا كما ترى في مدرسة الفارابي صغار ما فرحانين برشا بحصة الرياضة، يستناو فيها جمعة كاملة، رغم اللي معناها كثرة المواد الأخرى، وكل حصة الرياضة معناها أساسية للتلميذ باش يتفرهد باش يعبر باش يعرف يتعلم برشا حاجات. وكما ترى معناها الحصة ضرورية للصغير باش ينجم يواصل معناها باش يستوعب. قولك مثل علم الأطفال وهم يلعبون. تعديوا علينا عامين وميم سي لا تخوازيام اني سكولير، ما كانوش سهلين بالكل، سيتي با فاسيل اجيري من نواحي الكل، من نواحي مادية اللي ديما خصوصيات المدارس الخاصة ما ناخذوهاش بالاعتبار. احنا لجينا معناتها سور لو كوتي اومان، بالنسبة لينا ما نجمش نقول هي مؤسسة هو مشروع معناتها باش يدخلك فلوس فقط، يلزمك الهدف متاعك التربوي تقرأ له حسابه، ou bien sûr l'investissement ou comment on peut gérer l'école, c'est aussi important. J'ai travaillé ou amant belli enti ki tkhdem nes qbal yqoulouha enti alik bel harka w rabbi alik bel barka. والحمد لله وجزيل الشكر لزوجي اللي عطا فيا ثقة كبيرة، اللي قال لي تو فونس وهني معاك وما تخافش، والحمد لله ربي ما خيبنيش. وفما حاجة أخرى أنا متأثرة، اللي بابا هو الله يرحمه اللي حطني في الدومين متاع التعليم في وقت اللي هو بعيد كل البعد على الباركور اللي عملته أنا في دراستي. أنا عملت ماركتينج في ليسجي في تونس، سيتي بيورمون كوميرسيال، شاءت الأقدار باش دخلت للتعليم وحبيتها، يمكن تجري في عروقي من بابا وامي. الفوند كوميرس اللي حليت بيه في الساحلين اللي يقول لي أنت بنت سيدي نحطه متهني والحمد لله. المدرسة دي اسمها الفارابي، لوليدات الساحلين، ستان كارفور، لوليدات الوردانيين، لوليدات سيدي عامر، مسجد عيسى، الفارابي. جي بوركوا جي شوازي الساحلين، خاطر قريت فيها انا وبابا وامي وحبيتها وحبيت برشا ناس فيها. جي شوازي الساحلين خاطر شي عارفه نحسها اون فيل شالوروس. اللي حاب يتصل بينا يتصل على الرقم 73 528 584 وإلا 583 بمدرسة الفارابي بالساحلين.
باج فيسبوك مدرسة الفارابي الساحلية. للكتاب دورة دأبت على تنظيمها إدارة مركز تونس للكتاب. هذه الدورة كانت أقرب للقارئ باعتبارها اختارت محطات النقل كموقع لها لتتواصل إلى نهاية شهر مارس القادم. أنا شمس المنصوري ممثلة على مركز تونس للكتاب في الفرع متاعو ببعليوة. الفرع هذا هو فرع جديد معناه مازال كيف بدا في واصلا المعرض اللي باش نعملوه احنا في الفرع هذا هو جديد في دورته الاولى ومش كان في ببالي وكهو احنا زادا فما في محطه برشلونه احنا حبينا ان نتواصلوا مع المسافرين في قطاع الحفلات ولا في قطاع السكك الحديديه نحبوا نقربوهم الكتاب اكثر يحاولوا يرجعوا يقراوا يرجعوا يتواصلوا معاه على خاطر المده الاخرى لاحظنا انه احنا بعدنا على الكتاب الثقافي عموما معناه المعرض هذا يتوفر فيه برشا انواع متاع كتب منها ثقافيه دينيه كتاب موازيه كتب للاطفال الى جانب العاب تثقيفيه وبما يسمى الجو ايديكاتيف معناها باللغه الفرنسيه هذا الكل بالتواصل مع بلديه تونس اللي هي معناها مأطره العمل هذا الاقبال مش كبير برشا اما زاده موجود عباد قاعده تجي تسال وتلوج على عناوين ونحسوا انه الشباب نتاعنا يحب يرجع يقرا ويتواصل مع الكتب نتاعنا اللي قاعدين احنا ديجا نوفروا فيه من وقتاش لوقتاش هو المعرض المفروض انه بدا من نهار 1 فيفري حتى نهار 28 واحنا حطينا انه كل معناها سبت وحد ويكاند باش نعملوا فيه انشطه ثقافيه في داخل المحطه ونعطيو كتب مجانيه للمواطنين باش يقراوهم كهدايا ونرغبوهم انهم يعاودوا يجيو يعاودوا يشريوا ويعاودوا يسالوا ويلوجوا على عناوين اخرى ويفتحوا اكثر على العناوين اللي صادره جديده معناها. عندكم فروع اخرى؟ عندنا برشا فروع، عندنا فرع في برشلونه، زوز فروع في برشلونه، وعندنا الفرع الاصلي في الباساج، وفما فروع اخرى على معناها قاعده انكور معناها ان هي في بنزرت. في بنزرت هذاك معرض دولي، معرض دولي في بنزرت مش فرع، هو معرض دولي يقيم كل عام، كيما معرض شارع الحبيب بورقيبه هذاك زاد كل عام وباش يتقام معناها في مارس بقدره ربي. انطلقت كما هو معلوم الاستشارة الإلكترونية التي أذن بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتتيح الفرصة لأعداد أكبر من الناس الإبداء بآرائهم ويقررون مصيرهم بأنفسهم. برنامج علمني يتيح بدوره الفرصة للعموم للتعبير عن آرائهم حول قطاع التربية والتعليم والتكوين. شاركت الاستشارة ولا؟ لا مازلت ما شاركش اما ان شاء الله هنا باش نشارك ان شاء الله على قريب. بالنسبة للمجال التربية والتعليم شنو رايك؟ أول حاجة نوجه
فهمتي نسلم على كل المعلمين والمعلمات منها فهمتي ولا ونحيي وزراء التربية الكل والشرفاء خاصة ومنظومة التربية في تونس نشوفها بدأت تتقهقر توا سنوات بدأت التربية تتراجع معناها تتراجع بصفة كبيرة برشا التربية خاصة اللي تابعة للدولة قاعدة تتقهقر وترجع والمنظومة الخواص قاعدة تقدم بنسبة كبيرة برشا ما يقارن أو ما يعادل نظام التعليم في سويسرا وأنا كنت واحد من الناس اللي معناها درست في سويسرا وشفت التربية في سويسرا متقدمة بنسبة 100% يعني واللي تابع للدولة متقهقر شوي راجع فهمت يعني ثم تراجع كبير شو اقتراحاتك؟ اقتراحاتي والله بالنسبة عندما نعينوا أستاذ ولا أستاذة ولا عميد ولا حاجة ناخذوا برشا حسابات معناها نشوفوا برشا حاجات واش معناها تقدم وعنده المستوى وعنده كذا صغير لانسيه ويمشي يخدم أولا التكوين كانت قبل المدرسة تكوين المعلمين ولا ترشيح المعلمين كانت موجودة فعالة فهمتي وخرجت أجيال توا ما نعرفش اندثرت ولا ما زالت والله ما عندي حتى علم. شاركت في الاستشارة الوطنية؟ لا والله لا ما شاركتش خاطر ما فهمتهاش. زدت ما فهمتهاش. بالنسبة لمحور التربية والتعليم هاو نسألوك احنا شنو اقتراحات؟ اقتراحات التعليم في تونس من بعد الثورة تقلبت 60,000 مليار درجة. التعليم في تونس قبل كان تعليم وتو ولا تعليم انا تو عمري بالخمسين سنه قبل كي كنت نقل الاستاذ يقري تو الاستاذ تحسه ياكل بالعصا متلامذه من الدوله من كثره الاضرابات الاستاذ ولا تو هو التلميذ كيف كيف يدخلوا المدرسه ما فماش تحولات اخرى ما اكل قيمه نتاع قبل ما عادش اكل روح نتاع قبل نتاع الاستاذ ما عادش الغايب غايب الهيبة متاع الأستاذ سامحني خويا ما عادش هاك الهيبة كي تدخل القسم ما ثماش ما بنها لا يقبل سبحان الله وانت تعرف خلطت عليه راهو التوا أقسم بالله أنا الأستاذ في العمر هذا ينقدم أقسم بالله واللي مات الله يرحمه ما عادش توا دخل في عيد توا الأستاذ يدخل المكتب يكادك هو الصغار وزاد يوصل روحه يوصل روحه قول لي علاش يوصل روحه خاطر توا السادة اللي خارجين كلهم توا جدد الكلها بلاسك جونيس يطيحوا في قدراتها مع التلامذة يفدلكوا مع التلامذة يعيط التلميذ يوريش عنده على الفيسبوك هذا فما حاجة أخرى ما تقالش حتى الأستاذ مع كل احترامات الأستاذ المحترمين صراحة هم يلزوا روح يطيحوا في قدراتها يطيح قدروا مع التلميذ كيفاش تحبوا يعملوا شو قلوا أهلا مسيو بالكياس ويفرح بيه ونهار آخر شو خزلوا بنظري اللي هو أستاذ ويقعد في القلب ليه؟ يولي يغزل له ذاك ريتك الأستاذ ذاك والله جو عليه يا أخوي شيخنا علي شاركت الاستشارة الوطنية؟ لا مزلت بس خمم مزلت منيش نخمم فيها الحكاية أما على الأقل أنا عندي ثقة في العبيد اللي باش تختار أنه هي باش تختار الحاجة المناسبة على الأقل وأنا عندي ثقة فيهم العبيد ذوكم هما أدرى خاطرين متأكدة لهم باش يكونوا محامين وأساتذة ودكتورة هما باش يختاروا الحاجة المناسبة اللي تناسبنا احنا ايش انت متعبر ايش تخلي شكون يعبر في بقعتك مقترحات متاعي في شنو مجال التربيه والتعليم مجال التربيه والتعليم تحب تغيير شيء شامل وكامل في كل شيء معناها في اطار التدريس في المدرسه ولا في اطار طرح الدروس ولا في الكتاب المدرسي ولا حتى في كل شيء معناها هذاك يحب تغيير جذري كامل ومتكامل مش ما فيهوش نقطه يلزمها تتغير ونقطه ما لا هو هي منظومة كاملة إذا ما تتبدل على خاطر تقريبا احنا تراجعنا في التعليم متاعنا وقاعدين نشوفوا النتائج متاعه تقريبا توا احنا في بيننا احنا الشعب المتثقف يا اخي احنا كي واجهنا الكورونا رينا زيرو ثقافة تقريبا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاها العبيد ماهيش واعية في لبسين البافيد في الحماية في احترام القانون متاع الكوفرفو ولا احترام الحجر الصحي رينا برشا فوضى قلة وعي هذا نتيجته انه التعليم نتاعنا تراجع وما عاد فما وعي كامل فيما يخص الاستشاره الوطنيه اللي اذن بها سياده الرئيس قمنا وقدمنا بعض المقترحات تتمثل بالاساس في بعض الافرازات اللي اخلت مع الاسف الشديد بمنظومتنا التربويه والتعليميه
أولها بكل صراحة وبكل عفوية وتلقائية هي التغول النقابي على المنظومة التربوية وارتهان المدرسة والتلاميذ لغايات نقابية وسياسية. إن شاء الله في يشوفوا صيغة، نحن ما نش نقولوا تجريم العمل النقابي داخل المؤسسة التربوية، أما يشوفوا صيغة خاطر هذا قطاع حساس. النقابات بكل صراحة ما في توجهها واختياراتها ما هيش اختيارات صائبة كما يصبو لها الولي والتلميذ بغض النظر على الوزارة. نحن ندعو وزارة التربية أو المجلس الأعلى للتربية اللي باش يتم معناها بعثه من طرف سيادة رئيس الجمهورية إلى الحياد بمعناها منظومتنا التربوية والتعليمية عن العمل النقابي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، عندنا مشاكل كبيرة ياسر، عندنا الضغط المسلط على التلامذة سواء من ناحية البرامج أو من ناحية الكتب، هم واعين به الشيء هذا، لكن يلزم التخفيف على التلميذ وتدعيم التعلمات بالأنشطة الثقافية والرياضية اللي مع الأسف هي أكذوبة ماهيش موجودة في الرزنامات سواء متاع التلامذة سواء متاع الأستاذ. تلقى مثلا الأستاذ عنده خاطر يعمل سوايع ناقصين عنده نشاط ثقافي ولا في الحقيقة ماهيش موجودة. ونحن تلامذتنا في الظرف هذا متاع الضغط النفسي هما في حاجة أكيدة للنشاط الثقافي والنشاط الرياضي، مع العلم أنه مثلا التربية البدنية نقولها بكل صراحة راهي عام كامل يعدوه تقريبا تيران براتيكابل ما يلعبوش، الفضاءات ما ثماش داخل المؤسسة التربوية. كيف كيف نادينا في الاستشارة هذه بالتوامة بين ثلاثة أو أربع وزارات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة التربية. علاش؟ خاطر مثلا وزارة الثقافة عندها الفضاءات وما عندهاش التلامذة. نعم عندنا التلامذة وما عندهاش الفضاءات. ثم بعض مواد مثلا نطرحنا بعض الموسيقى التربية الموسيقية ماهوش تلامذة الكل باش يتعاطاو الموسيقى، تكون مادة اختيارية في فضاء داخل دور الثقافة أو دور الشباب ويتم معناها مراقبته من خلال متفقدين إلى آخره. خاطر توا تلقى موسيقى ومسرح مثلا المسرح التربية المسرحية نعملوا جداول أوقات وتتفرض على التلامذة وتتفرض على المدرسة، وفي النهاية أساتذة المسرح مع الأسف الشديد هنا نحن خدام المسرح البلدي يمثلوا معناها في المسرحيات وما يقروش منهم وجه جندوبي ولطفة العماري، مقيدين على أساس معناها أساتذة وتلامذة ماهيش قاعدة تتعاطى في المسرح. شاركت الاستشارة الوطنية؟ والله ما زلت أبقى أنا باش نشارك خاطر عندي الوقت حتى الآخر تاع مارس، معناها أنا باش نشارك وباش نعطي معناها رأيك في أي مواطن. بالنسبة للتربية والتعليم شنو رأيك؟ التربية والتعليم شوف في الدول المتقدمة معناها الأحزاب الحاكمة يتنافسوا على شكون باش يحط وزير التربية، احنا في تونس نتنافسوا على شكون يحط وزير الداخلية ووزير وزير تاع العدل، خاطر في الدول المتقدمة يعطوا قيمة لوزير التربية، خاطر وزير التربية عنده برنامج باش يقري ولاده باش معناها يعطيهم برنامج باهي، احنا لا، احنا ثم شكون شدد وزير كان أستاذ فاشل بعد الثورة، كان أستاذ فاشل وشد وزير تاع التربية. بالنسبة للغيابات تاع الأساتذة والمعلمين والتلاميذ، الغيابات خاصة الغير شرعية، واحد يخدم في كانكيري، الآخر يخدم في حماس، الآخر يخدم في فطايري ومقيد هو أستاذ ومعروفين مع الناس معروفين بكده. هل ترى المراقبة متاع وزارة التربية ما تعرفش هالعباد هذو مش قاعدين يعملوا؟ واحد فوتوكوبي، الآخر حماس، الآخر رستوران، الآخر كانكيري، ناس معروفة بكده بكده، أين المراقبة؟ فهمت؟ مراقبة لازم تكون فعال. انت تو نجم تعطيني شهاده طبيه صح نمشي شهاده طبيه تبع 10000 تجيب شهاده طبيه. لا موجوده لا. شو لازم يعمل؟ العديم اللي عنده شهاده طبيه يشنقوا. خدم عاش فما نبيع هب 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 تنسكن نمحوا هب هب ولي عاوي ولي ايه سيبه تاخذوا كرابي بطحه مسيبه. شو رايك في موضوع الغيابات اللي كل مره هاو جايبين شهاده طبيه سواء استاذ ولا معلم ولا تلميذ؟ هذه معضلة كبيرة خاصة في نطاق الأساتذة، خاطر الأستاذ كي باش يغيب هذيك ديجا رسالة قاعد يوصل فيها للتلميذ باش يعمل كيفه، مادام الأستاذ اللي هو القدوة متاع التلميذ قاعد يغيب ومانيش قاعدين نلقاوه في مقاعد الدراسة، معناها ديجا التلميذ خذي من الأستاذ نتاعو باش هو يغيب ومعاش يمشي يقرأ، وديجا رينا العنف ورينا برشا حاجات ما كناش نشوفوهم الحق قبل. أنا وقت اللي قريت 2009 نقرا 9 اني وبريمير اني سكوندير وحتى كي خديت البكالوريا عام 2015 تقريبا اللي نشوفه فيه في الاطار المدرسي ما ريتوش، وكان على الاقل
نخافوا من المعلم ونخافوا من والدينا وما نعملوش الحاجة الخايبة ونمشي ونقراو. وعلى الأقل وصلنا، معناها كأنا في جيل التسعينيات من عام 94، على الأقل الجيل اللي معايا كان شاد ثني، توا بدينا نشوفوا في تسيب الحق. ثم تقريبا زوز أنواع متاع غيابات، ثم الغيابات العادية وثم التغيبات، أي الغيابات المتعمدة. معناها واحد مثال، أنا باش نعطي مثال سامحوني الأساتذة والمعلمين، مثلا نحن في التوزيع تلقى أستاذ نهار يقري 6 ساعات ونهار يقري 2 ساعات، في النهار اللي فيه 2 ساعات عمره ما يغيب، ديما يغيب وفك النهارات اللي فيهم برشا سوايع. وعلاش نقول معناها غيابات الأساتذة مش غيابات التلام؟ خاطر التلميذ كي يغيب ما يأثرش، غاب ساعة على روحه متاعو، لكن أستاذ كي يغيب ساعة وفي قسم فيه 30 تلميذ، بالتالي غاب 30 على 30 تلميذ، غاب 30 ساعة. فما بالك يغيب 10 سوايع ويغيب جمعة، دونك كي يغيب جمعة غاب سنوات تسمى على حساب المنظومة التربوية الوطنية. دونك الغيابات هذي فيها غيابات ممنهجة، أغلبها ديما يغيبوا فك الأيامات المليانة، يغيبوا من الاثنين للجمعة نهار السبت ما يغيبوش، يغيب نهار الجمعة الصباح وفي اليوتيود ما يغيبش ماهوش مريض. دونك الغيابات مقصودة وممنهجة ومبرمجة بنسمة عالية وعالية جدا. شوف بالنسبة للغيابات نبدأ بتاع الأساتذة، خاطر التلميذ حتى كي ياخذ باش ياخذ نهارين ثلاثة، أما الأساتذة أنا نعرف شكون كرونيكور وهو سيدو أستاذ، ولا فائدة في ذكر اسمه، ما أخذ معناها لونغ ديري وكل ليلة في من في معناها سيد في معناها سيد أوكرانيكا، هذا أستاذة تو الأستاذ إيش تعمل تو؟ يوصل معناها الوقت معين أنت خدمة ويترسم بعد يولي يغيب متعمد. والله ثم شكون فلاح وفما ما شكون معناها يخدم معناها سيد أمور سيد خاص، أنا هذا تو أستاذ مع كامل احتراماتي للأساتذة خاطر هم قرونا، رأوا المعلم قرانا والأستاذ قرانا، لكن تو يجي معناه يغيب معناه بشهر بجمعتين صافي مالوكير. ورايك في التطبيق بتاع الاسماس اللي باش يعلموا الأولياء على غيابات التلامذة ولا غيابات المعلمين والأساتذة؟ عاد تنابر وجوابات لحد الآن ما جاتني حتى بلتا، وندفع تنابر وجوابات كيما العباد، وعاد الاسماس النتيجة نمشي للي سي باش ناخذها، يعني لحد الآن منظومتين وما تحصلت لا في عهد تنابر ولا في عهد التطبيق، لحد الآن ما عاش الدور بتاعها مازال مش فعال، مازال ماهيش كومي فو مش منتشرة بكدا، فهمت؟ يخصم عليكم مبلغ مالي؟ اي نعم، كيما تنابر تجري ب 3000 ولا ب 5000 وما يجيك حتى كان غاب ولا بلتا ولا نامبورت كوا ما يجيك شيء، مانيش عارف وين تتجه تنابر الجوابات هذيك وين تمشي. أو اللي قصوه علينا في الاسماس هذا وين يمشي؟ وأنا واحد من الناس معناها عملت بعثت جوابات وبعثت نابر ودخلت في التطبيق هذه ولحد الآن ما استعملتهمش. حتى النتيجة الصغار نمشي بيد اللي سي باش ناخذها. شو رأيك في خدمة الاسماس اللي ماهيش قاعدة مفعلة؟ باش يعلموا الولي اللي تلميذ غايب ولا المعلم غايب ولا الأستاذ غايب؟ هذا السؤال اللي حاجتي به. تو تصور أنت لا هذيك في أوروبا يعملوا. لا خويا في اوروبا منظمه هذيك يجيك اسماس يدق عليك زاد الباب، لا في تونس يعمل كاسماس باش يعلمك هو مثلا ولدك غايب ولا عمل مشكل، لا امبوسيبل، لا صعيبه برشا. نقول لك حاجه، اقسم بالله قداش عندنا بعد الثوره لتوا 12 سنه تواس الكل حكايات على الميكرو تروتوار هكا الكل حكايات قلبت شي حاجه هي بيد الحكي. الاعلام يعطي الصحه مسكين قادر في مجهود باش يصلح ياخذ في اراء العباد. الاسماس تصور في قاعد في دار جاك اسماس سي محمد لو ولدك عنده جمع غايب اجانا خويا حشنا بيك امبوسيبل ماليش، هي حتى جوابات ما فماش، انت تعطي جواب وفيه الدنيا كل باش يرجع ما الله ما فهم فهمت شي بزنس وفاهم يبيعوا فاهم ولا شنو حكايته يبيعوا فاهم ولا يضل بالقدس هنا في بومنديل ولا وين دخل في عيد ما عادش تفهم شيء الا الاستاذ اللي عنده قدر قدره طاح مع التلميذ. والله اقسم بالله برجعوا ليا فعلونا الحاجات اللي يلزمها تتفعل باش الولي يكون واعي، باش الولي يكون واعي ويعرف ولده ولا بنته وقتاش تمشي وقتاش تجي. كيف زاد في الاس ام اس، خلينا نزيد نبين حاجه اخرى، فمثلا الاقصاءات من القسم، اش معناها الاقصاءات؟ هي حاجه بسيطه توا ما يعطيهاش قيمه، اما عندها خطوره وعندها علاقه بالمخدرات والانحرافات والفساد. اش معناها يا سيدي اقصاء من القسم؟
اقصى هو تحرم تلميذ من الدرس، ما يحضرش كانه غائب وزيد عليه عقوب. دونك هي نوع من العقوبات، حتى في النص يقول لك هذه من العقوبات المحجره. النظام التاديبي نتاعنا اش معناها العقوبات المحجره؟ فما اربع عقوبات تقريبا: العنف اللفظي، العنف المادي، الحط من العدد، والاقصاء من القسم. يحط لك الاقصاء من القسم الا اذا كان التلميذ سببا في استحاله سير الدرس. بالتالي والاستاذ ايش يعمل هنا؟ يستدعي القيم العام، والقيم العام يخرجك التلميذ باش يبدا في عهدته وعنده وما يخرجش للشارع. اليوم مع الاسف الشديد اقل حاجه اخش هذا ما حشيش به تلاميذ طايشه في الشوارع ومخدرات. والاغرب والادهى في كامل المؤسسات التربويه في كامل الجمهوريه وثائق الدور غير قانونيه اسمها مطبوعه الاقصاء من القسم. تاع السماسه هذه تاع الغيابات هذه سيدي حاجه بون ما بقاش تفعيلها، لكن باهي انا نشوفها باهي. على الاقل يعلم الولي يعلم كذا باش هو وموا عنده بنت والا ولد ما يخليش في الشارع. يعرف الاستاذ غايب بين الساعه والساعه غايبين وموا يشد اخوي في الدار والا يشد ولده في الدار، خاطر الشارع راهو كلاهم. الشارع راهو احنا في تونس لازم نعرفوا عندنا غول اسمه شارع، راهو عندنا غول اسمه شارع. سنام قالوا حتى خدمه الاس ام اس هذيك ماهيش مفعله، اللي معناها يعلم الولي يقول له راهو استاذ غايب. لا لا ماهيش مفعله، انا ما ريتهاش قبل كان يجي جواب ولا يطلبوا الولي بالتليفون يحرصوا عليه. التلميذ ما يدخل يقرا كان ما يجيب الولي نتاعو، خدمه الاس ام اس ما فماش. وذي بلتان زاد يوصل بالاس ام اس زاد، مش الناس الكل، انا لاحظت مش الناس الكل عندها تليفون، والجهات الريفيه ما عندهمش انترنت باش انت تدخل على الانترنت وتشوف البلتان وتشوف نتيجه ولدك اللي هذي. تقريبا انا لاحظ تقريبا 50% توانسه فوق المتوسط و50% تحت المتوسط. معني وال50 هذوك تقريبا ما همش قاعدين يتبعوا في ولادهم يقراوا ما يقراوش، نتيجه باهيه مش نتيجه باهيه. على الاقل هذا تقديري الشخصي، ما نجم تكون قدرت بالغالب، او على الاقل هذا اللي شفته انا. كيما نجم يكون اقل كيما نجم يكون اكثر. اليوم مع الاسف الشديد نداء للسيد وزير التربيه، جداول الاوقات ماهيش تخدم على قياس المدرسه والتلامذه والمصلحه، تخدم على قياس لوتود، على قياس اولاد الاساتذه في الروضه، بتعليمات من النقابات، بتعليمات من المسؤولين بالاداره الجويه. وانتم تعرفوا الشيء هذا. والغريب في الامر نعملوا جداول اوقات وناخذوا من بعد تقريبا ديسمبر ونحن نبدا نغيروا فهم على حساب الاساتذه وعلى حساب النقابات والتلامذه الطايشه في الشوارع. دونك الزمن المدرسي اقتراحاتنا كيف كيف. ثم منشور من الإدارة العامة للامتحانات ينظم الجداول هذه والرزنامات هذه، تتعمل في أوت دون لي نورم لمصلحة التلامذة، حتى مصلحة الكيران والامبوتياج والنقل إلى آخره، وتمشي للإدارة الجوية والمتفقدين ياخذوا نسخ منهم، وأنتو الشاب ما عادش يتبدلوا. واللي عنده تغيير يتصل بالمتفقد، اللي هو بطبيعة ما عنده حتى عذر، خاطر اليوم قاعدة تتبدل معناها لي غايات ضيقة، هاو يتويد هاو بيع وشراء هاو سمسرة. مع الأسف الشديد نحن نقولوا فيه الشيء ذي. دونك هذه تقريبا بعض النقاط اللي طرحناها في الاستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. كيف كيف طرحنا نقطة مهمة ونداءنا لعمادة الأطباء باش بالله ما عادش يبيعوا الشهادة الطبية للأساتذة وللمعلمين سبهلة. لا راهو اليوم المعلم والأستاذ حك راسك ب 5000 فرنك يجيب الشهادة الطبية معناها بخمس أيام وتلمذ طايشة في الشارع، وديما شهادة طبية من الاثنين للجمعة، عمرك ما يمرضوا نهار السبت. لدرجة اليوم وصلنا الأستاذ ولا المعلم يجيب لك شهادة طبية مريض نهار صبحية الجمعة والعشية في اليوتيوب ماهوش مريض. وقيس على هذا وزير نتاع التربية في تونس بعد الثورة يلزموا يخضع اوتوماتيكمون للنقابة، ما كانش يقولوا له ديجاج كيما وقع وقع وقع. معناها نورمالمون وزير نتاع التربية عنده سيدي برنامج يخلوه يخدم، خاطر هو باش يقري ولادنا. راهو واش معناها بيجي انا نقابي ولا كذا باش معناها سيدي نحكم فيه. وبعد الثوره ثم الحزب الحاكم، واقول صراحه هي معناها النهضه والاسلام السياسي راهو يحب يضرب المنظومه التربويه، ظاهره هذه حتى في البرة معروف، يحب معناها سيدي معناها التلامذه تدخل في ميدان نتاع الفساد. شوف انت ادخل تو القهوه تشوف بنات اولاد معناها دي مينور معناها يتكيفوا معناها مخدرات في المحيط المدرسي. فهمتني كيفاش هذا كله؟ معناها نورمالمون فهمتني يلزم مراجعه كامله على خاطر بعد الثوره هدموه التربيه. معناها نداء لسياده الرئيس معناها باش ديجا البارح انا سمعته خال حاجه معناها باش ياخذ موقف
خاطر المغفر وانه مخر برشا معناها ولادنا ضاعت راهو. انا كي نشوف غاديك الصافي مالو كور نشوف ولادنا معنا صغار ما كلهم ولادنا هما شوف ولادنا وبناتنا كيفاش يتكيفوا كيفاش كذا عليه نورمالمون مراجعه كامله للمنظومه التربويه.